السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في أول محاضرة من التعليم عن بعد لمختبر الفارماكوجنزي عن فايتوكيمستري واحد. في هذا الفيديو سوف نستعرض الجزء النظري الذي تم شرحه من قبل، وبالتالي عليكم أن تتبعوا بالملزمة بالضبط كأنك تحضر المختبر ومعك ملزمتك وبتتبع معنى سلايد باي سلايد أو بيج باي بيج. في البداية أنه بدنا نقول أنه هذا المعمل يعتمد بشكل أساسي على استخدام الميكروسكوب، وبالتالي من المهم جدا أن نتعرف على الميكروسكوب اللي هو المين تول فور ذيس لاب. الميكروسكوب اللي حنستخدمه هو ميكروسكوب الضوئي، وتركيباته الأساسية اللي بتهمنا أول حاجة أنه بتكون من عدستين مهمتين. العدسة الأولى اسمها Ocular Lenses أو العدسة العينية، أو بنسميها Eye Lenses، والعدسة الثانية اللي هي بتكون اسمها Objective Lenses اللي هي طبعا العدسة الشيئية اللي بنشوف من خلالها الأوبجكتيف، واللي بتتكون من عدة عدسات بتبدأ بأقل Magnification اللي هو 4X لغاية ما تصل لعند 100X. أما بالنسبة للماجنيفيكيشن الكلي فبكون هو حاصل ضرب الماجنيفيكيشن تاعت الأوكولار لينس في الأوبجكتيف لينس، تمام؟ فعادة إحنا لما بنبدأ بنشتغل على أي ميكروسكوب بنبدأ بنشتغل على الأربعة إكس، لأنه هي بنقدرش نحن نبدأ بالعشرة إكس أو بالمئة إكس بدون أو 40X بدون ما نبدأ بالأربعة إكس. في عندي كمان من المكونات الأخرى للميكروسكوب اللي هو الستيج، وهو عبارة عن زي المسرح، وهذا الستيج بنحط تحته السلايد وبتحرك في اتجاهين، اتجاه الى في اتجاه الامام والى الخلف او اتجاه الى الشمال او اليمين. وفي تحته بالضبط اللي هو مصدر الضوء او الاضاءة اللي بتحكم في الاضاءة الخاصة بالميكروسكوب. وفي طبعا اللي هو حاجة اسمها الادجستمنت او الفوكسنج، اللي هي طبعا الفوكسنج طبعا في منها الكورس فوكس اللي هي بدنا نستخدمها في الاول، وبعدين لغاية ما نحصل على الهدف بنستخدم الفاين فوكسنج. وبعدين في عنا مصدر الإضاءة اللايت انتنسيتي كنترولز، طبعا في عنا مصدرين للإضاءة، مصدر من أسفل ومصدر من أعلى. هذا طبعا الفكرة العامة بالنسبة للميكروسكوب. طيب how to use the microscope، يعني كنا عارفين كيف ممكن نستخدم الميكروسكوب، وهذه الجزئية مش هنطيل فيها يعني كثير، ونقول انه استخدام الميكروسكوب في وجهة نظري انا هو عبارة عن مهارة اكثر من انها تعليم. يعني ممكن الواحد مع الوقت يصير يستخدم الميكروسكوب بشكل جيد، لكن في قواعد اساسية لشغل الميكروسكوب. اول حاجة بتفتح الميكروسكوب، يعني بتشغل الميكروسكوب تيرن اون. ثاني حاجة بتتحكم في الاضاءة، وهذه نقطة مهمة الادجستمنت اوف لايت، بحيث انها تخلي الاضاءة مناسبة لرؤية العين لك بالنسبة للاساس. بعدين طبعا بتبدأ بتحط السلايد بتاعتك، بتحضرها بتحطها تحت العدسة الشيئية، وبتبدأ باربعة اكس. دائما بنبدأ بايش؟ باربعة اكس، وبعدين بنعمل فوكس بالكورس ادجستمنت لغاية ما يظهر الهدف. وبعدين لما انقل على العشرة اكس ببدأ استخدم الفاين ادجستمنت عشان ابين الهدف بشكل كبير. طيب كيف بدي انا اعمل ماونتينج للسلايد؟ اول حاجة بنحط السيلز او الهدف تاعنا في منتصف السلايد، وبعدين بنحط عليه 2 دروبس اوف ووتر. وبعدين اذا كان بدي استخدم عندي ريجنت بحطه كمان فوق الووتر، وما بحيث انه ما يصيرش عملية تاتش للهدف، ما تعملش له تاتش عشان تتجنب اللي هو الاير بابرز. بعدين بتحط اللي هو الكفر سليب سلولي على الهدف بشكل 45 درجة، حتى تتجنب قدر الامكان انك تتجنب اللي هو الاير بابرز اللي هي فقاعات الهواء. كيف بدك تحضر السبيسمنز تاعتك؟ طبعا تحضير السبيسمنز بالنسبة لنا احنا هيكون غالبا هو عبارة عن باودر، وبالتالي عشان هيك لازم يكون الباودر ثين. ايش يعني ثين؟ عشان يسمح لللايت انه ينفذ بشكل كبير، وطالما اللايت نفذ بشكل كبير حتكون الهدف بالنسبة لنا واضح. يعني انت لو اخذت ثيك
باودر حتلاحظ انه في عندك حاجة مش واضحة والوضوح حيكون مش كبير. الكفر سليبس بنستخدمها بين السلايد والسبيسمنز، لازم تكون بشكل فلات يعني بشكل سطحي حتى ما تأثرش على عملية تشخيص الهدف. زي ما احنا عارفين الماجنيفيكيشن حكينا انه هو بيساوي الماجنيفيكيشن اوف ذا اي سبيس او الاي او الاوكولار لينس مع ضرب الماجنيفيكيشن للاوبجكتيف لينس. وفي عندنا الاكزامينيشن سوليوشنز اللي بنستخدمها. اول حاجه الووتر ويستخدم للاكزامينيشن اوف ستارش. اثنين الكلورايل هيدريت ويستخدم للتوضيح لانه بيعمل عملية اذابة للستارش وللكلوروفيل. ثلاثة سارتشر او سارتور ريجنت وهو يتكون من ما يلي، يتكون من اللاكتيك اسيد واللي بيستخدم عشان يعمل سلايد شايننج، بيستخدم من السودان اللي بيعطي لون كلر للاويل دروبلتس وبالتالي يستخدم في فحص الاويل دروبلتس سواء كانت عبارة عن فيكسد او فولاتايل اويل، الكيتين السوبريم وكمان الكورك سيلز اللي بحاولوا لبلاك ريد كلر. بتكون ايضا من الانالين اللي بيعطي الليجنيفايد اليمنتس يولو كلر، مهم جدا للليجنين تشخيص الليجنين. الايودين اللي بيعطي الستارش دارك بلو كلر، والتي اي بيعمل ديسولفينج للايودين وبخليه كلر ذس، والايثانول اللي يستخدم از سولفنت، والووتر اللي يستخدم اولسو از سولفنت. بس مش هدول كل السوليوشنز، في سوليوشن ثانيه حنستخدمها زي ال KOH وال HCl والسافارين سوليوشن، كل هذه ممكن نستخدمها في الاكزامينيشن. طيب عملية الاكزامينيشن في عندي للباودر في عندي حاجتين، الحاجة الأولى اسمها الماكروسكوبيك، والماكروسكوبيك هذا عبارة عن باراميترز احنا ممكن نشخصها بدون استخدام الميكروسكوب، يعني ممكن نشوف احنا الهيتيروجينس من الهوموجينس على سبيل المثال، ممكن نشوف الهيتيروجينس بيكون هو عبارة عن باودر غير متجانس بيكون في حبيباته مش متساوية في السايز، ممكن اتكلم عن الباودر كورس باودر او فاين باودر، هذه نقطة مهمة. بتكلم هنا عن الاودر، هل الاجريب بليزنت ولا ان بليزنت، بتكلم هنا عن الكالر عن اليلو عن البراون عن الجريب، بتكلم عن التيست كمان هل هو سويت بيتر بانجنت ولا تيستلس. هذا طبعا سهل جدا انه احنا نطبقها، وخلينا نقول انه على سبيل المثال الاودر والتيست والكلر هذه طبعا راجعه الى فايتوكيميكالز اساسيه. وخلينا نقول احنا لو ممكن نجربها في البيت، لو قلنا مثلا كومبير بتوين كركما باودر اند ليكوريش باودر ان تيرمز اوف هوموجينيتي كلر تيست اند اودر. كمان نفس الشيء لو بدنا نطلع احنا نقول what is the chemical the phytochemical responsible for the color of curcuma, what is the phytochemical responsible of the sweetness of licorice, what is the phytochemical responsible for the pungency of ginger, what is the phytochemical responsible for the hotness or spiciness of black pepper. هاي طبعا مهم جدا انكم تعرفوها. بيجي لنا الان بعديك الميكروسكوبيك كاركترز، وهي بتنقسم لقسمين. القسم الاول ريجستيك سيل كونتنتس وعباره عن نون ليفينج كونتنتس، وطبعا مهمه جدا ان لتمييز الفيجيتابل دراجز، وهي عباره عن مكونات غير حيه. بتشمل واحد فود ريزيرفس، وهذا عباره عن بقايا الفود ستورج زي الكربوهيدرات والبروتين والنشا والفاتس. الويست برودكتس اللي هي بتمثل السيل ميتابوليزم برودكتس زي الكالسيوم اوكسيليت والكريستال والفولاتايل اويلز والريزن سيلز، والسكريتري برودكتس اللي هي بتمثل السكريشنز الناتجه من الخلايا زي الانزيمات والفيتامين والهرمونز. او هذه ممكن احنا نقول انه هي عباره عن السيل كونتنتس. وات از ذا سيل كونتنتس؟ زي ما حكينا قلنا ان السيل كونتنتس عباره عن ثلاث حاجات، واحد الفود ستورج وهنا زي الستارش، اثنين سكندري ميتابولايتس، ثلاثة الاند برودكت اللي هي زي الكالسيوم اوكسوليت. تمام. الجزء الثاني اللي هو الجزء الحي التشوز، والتشوز خلايا النبات. في عندي انا البارينكايما، البارينكايما اهم نوع من انواع الخلايا النباتية لانه البارينكايما تعتبر
الخلايا الأساسية أو المكونة لجسم أو لأعضاء النبات. وظيفته الأساسية هي فود ستورج، عبارة عن خلايا بتكون في بينها مسافات بينية. المسافات هذا والانترسولار سبيسز عادة بتكون هي اللي فيها الفود ستورج، اللي بيكون فيها الستارش والكريستالز والأويلز، عشان هيك تستخدم للفود ستورج البارينكايما. الثين السيل وول تاعها بيكون عادة ثين. البارينكايما ممكن تنقسم لثلاث أقسام، تظل زي ما هي بارينكايما وظيفتها الأساسية الفود ستورج، إنه يكون فيها كلوروفيل بالاستيداد خضراء، وبالتالي تقوم بعملية التمثيل الضوئي بالإضافة للفود ستورج، وفي هالحالة بنسميها كلورينكايما. أو تكون المسافات البينية أو انترسيلولار سبيسز كبيرة جدا، وفي هالحالة بنسميها إيرينوكايما، وهذا طبعا خاصة للنباتات المائية عشان تساعدها على عملية الطفو في الماء. النوع الثاني اسمه الكولينكايما. الكولينكايما خلايا مستطيلة elongated، وبتكون irregular. الثيك وول بيكون السيل وول تاعها بيكون ثيك وسبورت، ما فيش انترسيلولار سبيسز. الوظيفة الأساسية هي بتعمل سبورت. بدنا نقول إنه البارينكايما والكولينكايما عبارة عن خلايا حالية. It is living cells. بينما النوع الثالث السكليرينكايما تيشوز عبارة عن خلايا غير حية. ومثال عليها هذه اللي هي الفايبرز الموجودة في الكوكوناتس في جوزة الهند، هذا تعتبر مثال على السكليرينكايما. السكليرينكايما قوية جدا، هي وظيفتها الأساسية تعمل سبورت، مكونة من حاجتين السكليريدز والفايبرز الألياف، وتعتبر طبعا هي عبارة عن نون ليفينج تيشوز أو it is non living. بينما البارينكايما والكولينكايما تعتبر living tissues. الكور tissues، الكور هو عبارة عن outer protective part of the bark اللي بيكونه النبات في stem أو في اللي هو root، ويعتبر بحل محل الإبيدير. الإبيدير طبعا هي الخلايا السطحية، بيتم لها إحلال بواسطة الكورك، والكورك بالتالي يعتبر non living tissues، don't contain living tissues، ولكن ممكن له أهمية طبية جدا لأنه معظم البارك يستخدم طبيا. في عنا طبعا السينيكونا بارك، إذا سمعتوا عنه. السينيكونا بارك هو طبعا الجزء المستخدم من لحاء نبات السينيكونا أو الكنة بسموها، وهذه طبعا استخدمت في علاج الملاريا، والآن طبعا لها استخدام كبير أو محاولات لاستخدامها كعلاج فيروس كورونا. الكورك سيلز تتكون من سوبرين. السوبرين هو عبارة عن امبيفيريوس اوف ووتر تو ووتر اند جاز. الجزء الخامس اللي هو الفاسكولار تيشوز سيستم، وهي تتكون من حاجتين. الحاجة الأولى اسمها زايلم، وهذا وظيفتها نقل الووتر، والحاجة الثانية اسمها فلويم، وظيفتها نقل الفود. وبينهم في حاجة اسمها الكامبيام، اللي هو عبارة عن خلايا بتنقسم، كل ما بتنقسم بتزيد في حجم الزايلم وبتزيد في حجم الفايلم، فبالتالي تؤدي في النهاية لتكوين ايش؟ البارك السكندري هو الجروث اوف ذا بلانت. الزايلم بيتكون من حاجتين، الفيسلز اللي هي بيكون شكلها تيوبس بهذا الشكل، وحناخذ انواع الفيسلز، وبيرفوريتد يعني فول بيرفوريتد بهذا الشكل، والترايكيدز اللي بتكون طبعا نوت بيرفوريتد، بيكون شكلها بهذا الشكل. الاثنين وظيفتهم النقل، ولكن النقل في حالة الفيسلز بيكون more efficient، أكثر اللي هو كفاءة. طبعا هذا في عندي شكل تخطيطي بيوضح بعض المكونات الغير حية والحية اللي حنشوفها under the microscope وكيف شكلها، وفي نفس الوقت ببين لي ما هو الريجنت المستخدم لكي نراها بشكل واضح. نبدأ بمين؟ بالستارش. الستارش الريجنت المستخدم له اللي هو الووتر، لكن احنا بنستخدم ايودين سوليوشن عشان نصبغه ونتاكد انه هو ستارش. الكلر تاعه بيكون وايت اور جراي ويش وايت. الشكل شكل الستارش زي ما احنا اخذنا في المعمل، ممكن يكون راوندد سفيريكال بوليجونال او اريجولار، يعني اشكال مختلفه حسب النبات اللي هو موجوده فيه. السايز ممكن تكون سمول زي ما شفنا في الرايس، ممكن تكون لارج زي ما شفنا في البوتيتوز على سبيل المثال. الستركتشر ممكن يكون سيمبل وممكن يكون سيمي كومباوند. وفي الستريشن، الستريشن هو الخطوط هذه اللي حوالين الستارش
ممكن تكون واضحه ممكن تكون مش واضحه، زي ما شفنا في البوتيتوز كانت واضحه اللي هي الاستريشن سترايتد يعني من الخطوط. الهيليوم هي عباره عن سنتر او نقطه بترسب حواليها الستارش، ممكن تكون شكلها كونسنتريك او مش كونسنتريك، ممكن تكون مركزيه زي ما شفنا في المييز وشفناها بشكل واضح في الذره، كانت الهيليوم كونسنتريك بشكل كبير. طبعا الشيب ممكن تكون برانشد اور نوت. زي ما شايفين حبيبات النشا او الستارش جرانيولز مهمه جدا. حتى احنا لما بنعمل اي اختبار لاي شيء لازم نحط ايودين سوليوشن في الاول عشان نشوف الستارش، وبعدين بنحط الريجنت الثاني عشان نشوف الاشياء الثانيه. الاويل دروبلتس، الاويل دروبلتس زي ما انتم شايفين هي تستخدم للفيكسد اويل وللفولاتايل اويل. وات از ذا ديفرنس بين فيكسد اويل اند فولاتايل اويلز؟ يو هاف تو نو. الريجنت المستخدمه هنا السارتشور، الكلر بتحول لريد دروبلتس او لاورانج، والشكل بيكون راوندد زي ما نكون هذه هي، والشكل بتكون اورانجي بشكل كبير، وهي طبعا واضحه في الباودر تاع الجينجر. حتكون في عندنا البروتين الريجنت اللي يستخدم له اللي هو الكلورايل هيدريت مع دروب من الايودين، الكلر حيكون يلو لبرون جرين، وطبعا الشيب مختلف ممكن يكون اوفال ممكن يكون راوندد وممكن يكون له كريستال عامل كريستالويد بشكل كريستالات زي ما انتم شايفين هنا بالضبط. اما بالنسبه للكالسيوم اوكسيليت وهي عباره عن احد الاند برودكتس المهمه في الكونتنت سيلز، حنستخدم لها بشكل اساسي كريجنت اللي هو الكلورايد هيدريت لكل انواعها. ما هي انواعها؟ انواعها كالتالي: واحد، في عندي اول نوع اسمه كلاستر كوكسيليت كريستال، وهذا عادة بيكون شكلها عنقودي يعني عامل زي شكل النجمة او شكل الفلاور. اول نبات حناخده الربر، واضحة فيه جدا هذه اللي هي الكلاستر كالسيوم اوكسيليت اللي بتبين شكلها زي الستار او زي الفلاور زي ما انتم شايفين، شكل عنقودي او شكل فلاور. هي عبارة عن اند برودكت كريستال يعني حتبين شكلها ابيض بدون طبعا صبغة، ولكن لو استخدمنا احنا الكلورايد هيدريت هيكون شكلها يا اما سيلفر بلاك لا جري كلر، وطبعا ممكن يكون حجمها بيج او سمول. النوع الثاني الساندي كوكسيليت كريستال، وهذا بتبين كانها عبارة عن كريستال صغيرة من حبيبات رملية صغيرة عشان بيسموها مايكرو كريستال، وهذا طبعا لونها بيكون يلو شاين يلو تو سيلفري كلر، ممكن تكون بيج وتكون سمول. اما البريزم النوع الثالث كوكسيليت كريستالز، هذا بيكون شكلها زي شكل البريزمز زي شكل مكعبات السكر بالضبط، وشكلها بيكون اوكتاهيدرال او مكعبات او بوليجونال، ممكن تكون بيج او سمول، وحتبين تحت الميكروسكوب شكلها سيلفري اور جري كلر. اما بالنسبه للرايفيدز كوكسيليت كريستالز، فهي طبعا حتكون شكلها يلو تو سيلفر، وعباره عن نيدلز تجمعات من اباريه صغيره جدا، بتكون حجمها ممكن يكون صغير وممكن حجمها يكون كبير. اما بالنسبه للمكونات الحيه، اول حاجه الكولينكايمه، الكولينكايمه زي ما انتم شايفين حتبين السيل وول تاعتها ثيك، وبالتالي حتميزها من السيل وول. حنستخدم الكلورايل هيدريتس كريجنت مهم لها. الكلر تاعها طبعا حيكون السيل وول برون او جرين، وممكن يكون ترانسبيرنت او بيل يلو، الشكل بوليجونال او اوفال او سيركولر، وطبعا السيل وول حيكون ثيك، والانتر سيلولر سبيسز حتبين انها مش واضحه. اما بالنسبه للكور تيشوز، وهذا حنستخدم لها سارتشور ايجنت، وفي حنستخدم ايضا الكي او اتش بوتاسيوم هيدروكسيد ايضا. اللون حيبين من الريد لبلاك بلاكش ريد كلر، طبعا شكلها حيكون بوليجونال، ممكن تكون بيج وممكن تكون سمول وممكن تكون ثيك، ما فيش فيها انتر سيلولر سبيس لانه وظيفتها بالنهايه هي السبورت. لو اخذنا سكشنال فيو حيبين شكلها هيك بالضبط، اما لو سيرفس فيو فحيبين شكلها كما انتم شايفين ما فيش اي انتر سيلولر سبيسز، خلايا متراصه مع بعضها البعض. اما بالنسبه ل السكليرينكايما اللي بتتكون من حاجتين، الحاجة الأولى اسمها سكليريدز، والحاجة الثانية اسمها والحاجة الثانية اسمها اللي هو الفايبرز. السكليريدز زي ما انتم شايفين بنستخدم الريجنت سارتشور ريجنت، الكلر حيكون يلو، شكلها حيكون بوليجونال أو الونجيتد،
او مستديره راوندد او اوفال، وممكن تكون بشكل مجموعات او بشكل جروبس. والثيك تاع السيل وول ممكن يكون مودريت ثيك او ممكن يكون يكون نوت ثيك، ممكن تكون بيتد فيها عباره عن نقط رمليه، وممكن يكون فيش بيتد. وطبعا هي سكليرين كان معناته فيش فيها انترسيلولار سبيسز. اما بالنسبه للفايبرز ممكن تكون عباره عن عصيان واضحه بشكل كثير، حتبين عندنا في السينكوما في السينكونا بارك وفي السينمون بارك بشكل واضح. حتميز السينكونا بارك من خلال الفايبرز، السارتشور ايجنت هو المستخدم، الكالر يلو الونجيتد حيكون شكله زي ما انتم شايفين، الثيك وول ممكن يكون متوسط او غير متوسط، زي ما انتم شايفين ممكن يكون في نوع من البتد. لاحظ انه الفايبرز لو كان شكله سبندل يعني خلايا مغزليه بنسميه فيوزيفورم. So what is a fusiform fiber? It is the fiber have a spindle shape. في عنا الفابروفاسكولار. فابروفاسكولار. فابروفاسكولار يعني فابرو من fiber وفاسكولار من الفاسكولار تيشوز. معناته fiber وفي ايش؟ وفي فيسلز. وهذا بالضبط عبارة عن فيسلز، عبارة عن elongated fibers connected with mean، مرتبطة مع فيسلز. هي عبارة عن ايش؟ عبارة عن elongated fibers connected with vessels، بتكون long عادة. cell wall من moderate ل thick، بتكون أحيانا bitted. إيش يعني bitted؟ يعني فيها منقطة، ممكن تكون wide وممكن تكون narrow بالنسبة لللومن، وممكن تكون bitted أو مش bitted. في عندنا الكريستال sheath fiber. زي ما انت شايفين هذا عبارة عن ثلاث حاجات، عبارة عن fiber كونكتد مع بارينكايما، والبارينكايما عليها ايش؟ عليها كالسيوم اوكسيليت. اذا هذا عباره عن، هاي زي ما انتم شايفين هذا عباره عن ايش؟ عن الفايبر، هذه كلها فايبر وهذه كونكتد ب بارينكايما، والبارينكايما عليها البريزمز هذه اللي هي عباره عن مين؟ عباره عن كالسيوم اوكسيليت. والريجنت اللي بنستخدمه سايتشور في هذه الحاله، الكلر زي ما انتم شايفين يلو. Shape elongated fibers connected with parenchyma cells، مرتبطة بخلايا بارنشيمية بتحتوي على بريزم أو مكعبات من الكالسيوم أوكسوليت. الكالسيوم إيش؟ أوكسوليت. في عنا الفيسلز، والفيسلز منها أنواع. في عنا الأنيولر. وإيش يعني الأنيولر فيسلز؟ الأنيولر فيسلز يعني عبارة عن تيوب فيسلز عادية. هذه التيوب بس فيها إيش؟ داخلها عبارة عن حلقات اللي هي رينجز زي هيك بالضبط، زي ما انتم شايفين هذا الرينجز. اذا هي وات طبعا مستخدمون للسرتشور ايجنت، الكالر يالو، عباره عن تيومز والثيك وول تاعها بيكون كبير، والفيسلز بشكل عام الثيك وول لها بيتكون من اللجنن، وهذا طبعا بتبين داخلها انسايدر ابير رينجز، ممكن تكون سمول ممكن تكون بيج، والثيك وول زي ما قلنا بيكون ايش؟ كبير، بيكون سميك ثيك. اما اللي بعدها السبايرال فيسلز، وهذا عباره عن سارتشور ايجنت بنستخدمه، الكلر تاعها يلو، هي عباره عن تيوبس والها ثيك سيل وول من اللجنن، وانسايدر ابيرز از هيليكس. هيليكس يعني ايش؟ شكل حلدوني من الداخل زي ما انتم شايفين. بعدين بيجي عندنا ثلاثه بيتد فيسلز، وهذه عباره عن تيوب من الفيسلز، وفي الداخل يا اما بتكون حبيبات نقطية صغيرة بنسميها بيتد او براودد بيتد او سمبل بيتد، او بيكون فيها شكل البورس بنسميها شكل البورس. هي عبارة عن اذا تيوبس وذ ثيك سيل وول من ايش كمان مرة؟ من اللجنن. الانسايدر ابيرز از بورس، وفي هاي الحال بنسميها سمبل بيتد، لان هذا عبارة عن ايش؟ سمبل بيتد، لانها عبارة عن بورس او دبل بورس، بورس دبل، وفي هاي الحالة بنسميها براودد بيتد. اذا في عندي فرق بين السمبل بيتد وبراودد بيتد. السمول سايز طبعا او بيج بتكون اللي هو السايز، ممكن يكون سمول او بيج، ممكن يكون نارو او وايد. في عندي ريتيكوليت فيسلز اللي هي عباره عن فيسلز من الداخل بتكون عامله شكل شبكي، يعني التيوبس عباره عن ايش؟ ماخذه شكل شبكي، زي ما انت شايفين ممكن تكون انكمبليت نتيجه انه انا بتكلم قاعد عن ايش؟ عن انه باودر، يعني خلايا مكسره. سارتشور ايجنت هو عبارة عن ايش؟ المستخدم في الحالة، الكلر بيكون يالو زي ما انتم شايفين، الثيك وول بيكون سميك
ومكون من اللينين، وفي الداخل بتظهر على شكل نتورك، وطبعا السايز بيكون سمول او بيج. هذه كل اللي احنا شفناهم مهمين جدا، لانه هذول هم حيمروا علينا في كل نبات حنستخدمه، يعني كل نبات حنستخدمه لازم يمر علينا هذه الاشياء. اول نبات حيكون معنا في هذا المعمل نبات الربر. نبات الربر هو من النباتات المهمة جدا، ويمكن تمييزه تحت الميكروسكوب من خلال الكلاستر كالسيوم اوكزيليت زي ما حنشوف الان. طيب احنا ايش حنعرف بالنسبة لأي نبات حناخده؟ حنعرف اول حاجة البيولوجيكال اورجن او البيولوجيكال سورس، واللي قلنا بتكون من الكومون نيم والبارت يوزد والساينتيفيك نيم والفاميلي نيم. اذا في حالتنا مثلا على سبيل المثال، what is the botanical origin of rubber؟ rubber بنقول ان البارت يوزد هو الريزوم، تمام، والاسم العلمي ريموفيشنال. اذا البوتانيكال اورجن بنقول rubber is obtained of the dried rhizome. dried ايش؟ رايزوم اوف ذا بارت يوز درايد رايزوم. لازم نقول درايد ليش؟ لانه الفيجيتال هيربس او الفيجيتال درانكس لازم تكون مجففه قبل الاستخدام. اذا ات از ذا درايد رايزوم اوف رايهم اوفيشنال، اللي هو الاسم العلمي للربر. الربر بالاسم العلمي له مطلوب نحفظه طبعا، رايم اوفيشنال بلونجينج تو فاميلي بولوجونيسي. اذا لو بدنا نكتبها بنقول انه ربارب اسمه is obtained of or consisting of the dried rhizome and root، الاثنين مع بعض، of ريام اوفيشنال belonging to family بولوجينيس. هذا عبارة عن مين؟ البوتانيكال اورجن. خلصنا من البوتانيكال اورجن، بيجي للخطوة الثانية، ايش اهمية الرارب in the pharmacy؟ what is the importance of rhubarb in the pharmacy؟ زي ما قلنا what is the importance of starch in the pharmacy، هذه طبعا الاشياء مطلوب انه انتم تجاوبوا عليها مش احنا نجاوب عليها. فانت بدك تبحث وتشوف الربر اللي هو عباره عن نبات مشهور موجود عند العطارين، ايش اهميته بالنسبه للفارمسي، يعني لو تذكر واحد او اثنين كافي. نجي للمايكروسكوبيك كاركترستيك اوف ذا باودر اوف ربر. واحد، وهذا طبعا سهل انه احنا نعملها، يعني نشوف اللون، نشوف الربر، نشوف بالنسبة له اللي هو بارت يوز الرايزوم، حنعملها باودر، نشوف ايش خصائصها اللي ممكن نشوفها تحت العين المجرد. أول حاجة الأودر، حنشوف إنه هذا النبات أو هذا الباودر مالوش أودر بس، يعني مش زي الكلوف ولا زي السينمون اللي له أودر. أو إذا له أودر بتكون رائحة عطرية خفيفة جدا، سلايتلي أروماتيك. التيست حنلاحظ إنه استرينجنت أند بيتر. الكلر لونه حيكون يلوش برون او برون. الريجنت المستخدم عشان نفحصه تحت الميكروسكوب، اذا هو اول حاجه الووتر زي ما قلت لكم، يعني منفع بالووتر او كلورايل هيدريت، بس الكلورايل هيدريت حيوضح الامور اكثر. طيب لو احنا جينا نشوف الباودر اوف ذيس بلانت اندر مايكروسكوب، وات وي ويل هاف سين. ايماجين يو هاف سين ذيس picture under the microscope. ايش اول حاجة هتلفت انتباهك؟ طبعا اول حاجة لازم تعمل تو سلايد. السلايد الاولى اللي حتعملها اللي هي عبارة عن ايش؟ لازم تعمل تو سلايد. السلايد الاولى اللي حتعملها اللي هي عبارة عن سلايد تحط فيها ايودين سوليوشن عشان من خلالها تشوف اللي هو حبيبات الستارش، اللي هي رقم 2. هذا عبارة عن ايش؟ عن الستارش جرانيولز. ستارش ايش؟ جرانيولز. هذه اول حاجه بدك تعملها. السلايد الثانيه بتحط عليها الكلورايد هيدريت او فقط الووتر. اول حاجه حتلاقي تشوفها، حتشوف مين بشكل مميز اللي هي الكريستال، هذا رقم 5 شايفينها. هذه الكريستال حتشوفها حتعرف انه هذا عباره عن ايش؟ هذا عباره عن كالسيوم اوكزاليت، او بالاحرى It is a cluster calcium oxalate. It is a cluster calcium oxalate. يا سلام، واضحة جدا جدا جدا. A cluster calcium oxalate. إذا أول حاجة أنت عرفت الستارش من خلال إنك صبغته بأيودين سوليوشن،
وعرفت مين كمان؟ عرفت كمان الكلاستر كريستال اوف كالسيوم اوكسيليت من خلال شكله. طب ايش هذا يا جماعه؟ رقم 6. هذه رقم 6 مع فيها كالسيوم اوكسيليت، بس هي داخله جوات مين؟ داخله جوات خلايا بارنكايما. يعني هذه خلايا بارنكايما، شايفين هذه؟ هذه عباره عن خلايا بارنكايما وجواتها في ايش؟ في عباره عن كريستال او كلاستر اوف كالسيوم اوكسيليت. اذا انا واضح عندي هاي كالسيوم اوكسيليت صارت واضحه، وصار بالنسبه لي كمان واضحه اللي هو الستارش جرانيوز. لو انا اطلعت كمان حشوف انه هذا عباره عن بارينكايما تيشوز، واضحه جدا شكلها، شكل البارينكايما تيشوز اللي عامله اوفال تيشوز، والثيك وول تاعها رفيع جدا برضه. هذه سهل انه احنا ايش نميزها. وبرضه بارينكايما تيشوز هنا بشكل واضح، اوضح يمكن في 6A من 6B، لانه كمان واضحه كبير. هذا جزء من البارينكايما تيشوز، بس هذا واضحه جدا. حتى طلع هنا كما شايفين الانتر سيلولار سبيس واضحه جدا، وان انا بحط قاعد المؤشر هذه الانتر سيلولار سبيس، معناته شكلها اوفال وثيك وورك رفيعه، اذا هي عباره عن بارينكايما تيشوز. طيب لو احنا جينا نطلع على رقم 4 برضه، حنلاقي هنا في عندي انا جزء كاين متصل في مين؟ في بارينكايما تيشوز موجودة هنا. وانا لو اطلعت كمان حلاحظ الفيسلز، كيف بدي اعرف الفيسلز؟ لو طلعنا رقم 3 حتلاحظ هذا عبارة عن فيسلز. طب اي نوع من الفيسلز؟ حد بتذكر؟ اطلع شكلها وروح ارجع اللي قبل، حتلاحظ ان هذه ريتيكوليت فيسلز، لانه من جوا عامله زي شكل الشبكه، وهذه كمان ريتيكوليت فيسلز برضه عامله زي شكل ايش؟ زي شكل الشبكه بالضبط، اللي رقم 3 بالضبط 100% بالضبط. وحتلاحظ هنا في رقم 1 عده اشياء مع بعض. حتلاحظ هنا مثلا عندي بارينكايما، مزبوط هذا بارينكايما صح، طلع الشكل تاعها. والبارينكايما حتلاحظ كمان انه كونكتد مع مين؟ مع ريتيكوليت فيسلز، مع ريتيكوليت ايش؟ فيسلز. اذا الربر لو حنشوفه سهل جدا ان نميزه، انه اول حاجه حنشوف كالسيوم اوكسيليت، وحنشوف بارينكايما، وحنشوف ريتيكوليت فيسلز، وحنشوف كمان اللي هو ستارش جران يورز. هذا واضحه بالنسبه لنا. اما بالنسبه للنبات الثاني اللي حناخده اليوم، اللي هو نبات مشهور جدا اسمه الليكوريش، اللي هو عرق الصوص. الليكوريش اسمه العلمي جلايسيريزما جلابرا، جلايسيريزا جلابرا. والبارت يوزد هو عباره عن روت او رادكس، عشان بنقول البوتانيكال اوريجن اوف ات، بنقول